كثير برا طنجة. طنجة رائعة الجمال. هذا هو باب الفحص، غادي ندخلوا منه. ودخلنا من باب الفحص حيث التجارة والبيع والشراء، حيث كل شيء موجود هنا. نمشي نيشان تلاحظوا الخضرة، مأوى الخضرة والوجه الحسن. طنجة الجميلة، هذه طنجة العتيقة هي هذه. تبعنا واحد الطلعة من جهة الجبل هذا خوتي، الجبل غادي نطلعوا فيه إن شاء الله. أجواء حركة نشاط، مقاهي الحمد لله كما كتلاحظوا الدنيا نقية. ماشي عروسة الشمال غير هكاك. علاش الطراس؟ شوفوا شوفوا على طلعة كي داير. طلع اخوتي هذي، ما تقدرش تطلع حتى على رجلك. يلا حن، ما شاء الله. ماشي هادشي يا طنجة، من على الطلعة هادي كاملة. هاد الآثار الجميلة، هاد المدخل ديال الباركينغ. وكملوا طريقنا في اتجاه الحفا. نفوتنا مستشفى القرطبي. قال لك سير نيشان، احنا غادي نيشان السيدي. الله يكمل بخير اخوتي. هاد الحرارة ماشي سهل هادشي. ماكو مار طنجة. زوين هادشي. شوفوا المساحات الخضراء الشاسعة هنا. لاحظوا معايا على مدى العين. الله يكمل بخير، الله يعاونك الحبيب. الله على خضر الله. مباني تكاد تسقط، مركز التكاليف التربية والتكوين. مقبرة مرشان، الفن المعماري الطنجي، الفن.
ياك سيدي زيد نيشان، انا غادي النيشان اللهم يسر. شوفوا المناطق الخضراء، شوف على مد البصرة، شبع خضرة. ملاعب الكرة كاينة هنا، قابل النزهة والفسحة والاستجمام. معهد باستور المغرب، جميل ما شاء الله. هي الحرفة كمان هذا السكن القديم، وسيفي سكن جميلة، لكن للأسف كيدير لك الضبابة. هذه المباني القديمة بقرمود،